تعيش الراقصة إيما تسونامي خلال فترة حالية أزمة نفسية صعبة جراء انفصال عن زوجها بسبب مشاكل عائلية نشبت بينهما مؤخرا. مصادر مقرب من شيخة تسونامي أكدت أن هذه الأخيرة اتهمت زوجها بالخيانة بعد توصلها بمعلومات تفيد بزواجه من فتاة صغرى سنا، مضيفة ذات المصادر أن إيما رفعت دعوى قضائية ضده بعد رفضه الانفصال عن زوجته الثانية. وأشارت مصادر ذاتها إلى أن زوجة تسونامي كان يشتغل ضمن فرقتها الموسيقية، كما كان مشرفا على الحفلات التي تحييها داخل وخارج المغرب، مبرزة أن خلافهما دفعه إلى توقيف أنشطتها الفنية والتشويش على سهراتها بعد الحرب الكلامية التي نشبت بينهما. ورجحت المصادر نفسها أن يكون طريق تسونامي قد نصب عليها في أرباحها في الحفلات الخاصة التي أحيتها مؤخرا، خاصة أنها أوكلته مهمة التفاوض والحث في أنشطتها الفنية، وهو ما زاد من تأزيم وضعيتها النفسي والمادية طيلة الفترة الأخيرة. وأفادت المصادر ذاتها أن شيخة تسونامي تحاول التكتم على تفاصيل طلاقها حتى لا تنعكس سلبا على مسيرتها الفنية، سيما أنها مقبلة على المشاركة في مجموعة من الحفلات خلال الأيام المقبلة داخل وخارج أرض الوطن.